اهلا وسهلا بكم. امر قاضي بالمحكمه الجوزيه في الرياض صباح اليوم بايقاف وتوقيف الاعلاميه زميلتنا الصحفيه ايمان القحطاني، طبعا كانت حاضره للجلسه، يعني بالتهمه كانت انه اثاره شغب وزعزعه امن، ايضا بدعوى ايضا الموضوع الاساسي اللي دعا للتوقيف انها غير تابعه لاي جهه صحفيه. ايضا الامر القاضي باخراج محامي المتهمين وابعاده عن الجلسه والغاء وكالته الشرعيه بسبب عدم انصياعه لتعليمات القاضي. طبعا الحقيقه انا حاولنا ان نوصل للقاضي لم نستطع، وهاتفت الاستاذه ايمان القحطاني، كنا نبغاها تكون معنا فونو او اقل شيء في الاستوديو، ولكن فضلت عدم الظهور. روت لي ما حدث وقالت انه اتهمها بانها تزور. لماذا ازور؟ فقال لانك ادعيتي بانك تعملين في صحيفه الحياه وانت لا تعملين. قالت انا لدي ما يثبت ولست مضطره للكذب. فبعد ذلك قالت وانا بعطيك الاثبات. رافقها رجال امن، اعطته الاثبات، قال انت مفصوله من سنه ونصف. هذه البطاقه ساريه المفعول حسب ما روت لي. طلب إفادة من صحيفة الحياة غدا أنها تعمل لديهم أو لا. هي طبعا سألتها طبعا هل أنت حاضرة كصحفية أو ناشطة، فقالت أنا حاضرت كصحفية ولم أقدم نفسي يوما من الأيام ناشطة. الحقيقة إحنا نناقش لأنه هذه المحاكمة اللي قاعد تصير، أنا قلت دائما إحنا بنحاول نواكبها، لكن الأطراف عندما ما تكون ما عندي ما هي موجودة، وبالتالي ربما أظلم يا الناس اللي يحاكمون أو من الناس اللي يعني هم ماسكين الدور القضائي أو المدعي العام. عندي تفاصيل كثيرة اللي هي بالنسبة لليوم، لكن ما يفيد ذكرها كلها منشورة موجودة عندكم. أنا بقول أن تصرف اليوم القاضي يعني إن كان متأثر بما يكتب الزملاء في تويتر من الصحفيين أو ما يملي عليه أي أحد مسؤول وهو قاضي، وبالتالي كان هناك أسباب شخصية دعت إلى تقزيم الناس، تقزيم الصحفيين أو تجريدهم أو تكذيبهم أو القول بأنهم يكذبون ويزورون، هذه لا أدري ما علاقتها بالقضية الأساسية. اليوم ماذا على القاضي أن يفعل ان بكره الحياه اعطوه افاده انه تشتغل معهم ايمان القحطاني؟ ايش المفروض يسوي؟ هل المفروض يعتذر؟ هل المفروض انه ايمان القحطاني ترفع عليه قضيه؟ يعني اسئله كثيره تنطرح، لكن انا اقول انه يبدو انه الصحافه عندنا في المملكه العربيه السعوديه لا تحترم للاسف، وهذه مهنه محترمه وسلطه رابعه، و كل الناس اللي يعملون فيها وغالبية من يعمل فيها هم يحملون نوايا طيبة، وإن اختلف مع يعني أي مسؤول مع أي صحافي أو صحفية بينهم المحاكم أو الأدلة اللي يقدمها الصحافي، ولكن المسألة الكره الشخصي والحديث بأنكم أنتم سبب مشاكلنا، لا، الحقيقة سبب مشاكلنا هو من يفسد، سبب مشاكلنا من يحب الوطن بطريقة لم تعد جيدة في وقتنا الحاضر، حب الوطن بالشفافية، بالعدالة، بعدم يعني اتهام الناس بالباطل. للقاضي حق الرد في أي وقت يشاء، للزميلة الصحفية إيمان القحطاني الحضور والرد في أي مساء أو في أي مساء من برنامجنا، وأيضا كل الناس اللي عندهم رغبة أو مسيناهم لهم حق الرد في أي وقت يشاءوا. راح ننتقل إلى فاصل ثم نعود للانطلاق في قضايانا لهذه الليلة. أهلا وسهلا بكم. فتحنا ملف الفساد في وزارة النقل منذ فترة طويلة، وردوا الوزارة وكان الرد فيه اعتراف
لأنهم يعرفون الموظف، بالتالي هذا لنا كويس، يعني ما جبنا أحد من الشارع، موظف من نفس الوزارة. اليوم يستكمل موظف وزارة النقل محمد أبو زيد الذي كشف عن هويته في حلقة سابقة من يا هلا عن أوراق فساد في وزارة النقل، إذ سنسرد تفاصيل كل قضية على حدة، يعني على حدة، وفي نفس الوقت فيه يعني مفاجآت محزنة جديدة. ولن نكتفي بهذه الحلقة، نتحدث عن وزارة النقل، نتحدث عن وزيرها الحالي، ونتحدث أيضا عن مشاريع وعن أخطاء عند وزراء سابقين، ونتحدث أيضا عن نزاهة وما أدراك ما نزاهة، عن هيئة مكافحة الفساد التي يبدو أنها تكيل بمكيالي. وأنا أقول ذلك وأريد أن يسمعني الأستاذ محمد الشريف لماذا أقول ذلك بالأدلة، وإذا عندهم أي رغبة في الظهور فأهلا وسهلا، لكن تعبنا في الاتصالات معهم ولا يجيبون، وهذا شأن. فيما يتعلق بالمسؤولين في وزارة النقل كلمناهم يكونون معنا اليوم من أسبوع وعاودنا الاتصال. ما هي المواضيع؟ فقلنا لهم ما هي المواضيع، عناوين رئيسية قلنا لهم وفي أدلة على ذلك. قالوا زودونا بالأوراق والأدلة التي لديكم. قلنا هذه أشياء وثائق تخصنا، تحمينا قانونيا، وأنا قديم في الكار، يعني أنا أعرف الجهات اللي تأخذ الأدلة. أنا مثلا لما أعطي دليل زي كذا هذا الحجم، ها عشان أطلع العرض، ولا أعطي دليل ثاني اللي موجود هناك، راح يرجع للمسؤول يقول هذه يبغى لها تفنيد ويبغى لها وقت طويل، ويعيشني في حالة من الغياب يمكن شهر شهرين، ويظل الفساد مستمر. أعطيناهم العناوين الأرقام، قلنا هذه أشياء تخصنا لا نستطيع أن نعطيكم إياها أبدا، هذه العناوين وهذه القضايا، قضية أم الزمر والمشاريع 2000 ومدري كم متعثر، وكل التفاصيل في المكان الفلاني، مشكلة الجسر الفلاني، مشكلة كل التفاصيل هذه. عادوا بعد ذلك قالوا لا نستطيع الظهور معكم لأنكم لم تزودونا بالأوراق، وبالتالي هذا يعيقنا في الرد. النص موجود راح يبان بعد شوي، ونعيقنا في الرد، ونحن جاهزين نطلع بكل شفافية، لكن أنتم اللي ما أعطيتونا الأوراق، بس إحنا أعطيناكم العناوين وأنتم غبتم واخترتم الغياب. عموما خلونا نشوف هذا التقرير ثم نعود للنقاش. على مدار حلقتنا في هلا عن النقل وإثباتات ضيفنا محمد أبو زيد التي وصلت إلى هذا اليوم إلى 4 حلقات، لم نتلقى إلا ردا واحد من وزارة النقل. والله الحلقة كانت مزلزلة بصراحة، يعني الجهات الرقابية اللي من 4 سنوات لم تؤثر بهم في الوزارة كما أثرت الحلقة السابقة اللي قبل حوالي شهرين، زلزلت بعض المتجاوزين وأثرت بشكل مباشر. ألا يا مطول صبري أذوق المر من كاسة، أنا يا كم قسى دهري علي وكم قسى وناسة. من وجهة نظر الكثيرين أنه لا نحتاج إلى إثباتات، فالناظر سيرى الكثير من الخراب في الطرقات التي ربما في الصومال تتواجد أفضل منها. طيئين في التنفيذ، ويحتاجوا إلى يعني أشياء أكثر من كده، بالذات عندنا القطارات نحن محتاجين المتر. أول شيء زحمة في الحفريات والتحويلات وزي كده، بس يعني عندك في الملك عبد العزيز عشان النفق الجديد هذا اللي بيخش مع العروبة مع الملك عبد العزيز هم سبب لنا شوي قروشة. لو شفت يعني طريق الملك عبد العزيز، العروبة، النفق اللي تحت المطار، يعني هذا بتحل أزمة يعني بعدين. والله المشاكل الوازد بصراحة، حفريات، حفر، مطبات على أشكال غريبة، حاطين بعارين من مطبات صراحة. من إحدى قضايا أبو زيد اليوم الفارق بين بعض المشاريع قبل فتح البيع التي أخذت أرقام عالية، وبعد أن أمر خادم الحرمين الشريفين بفتح البيع اختلفت الأسعار عن ما قبلها، وأيضا ما أسماه بملاحظات الرقابة ل 2200 مشروع تم إهمالها من وزارة النقل، الأمر الذي حاول أبو زيد قبل الخروج على الإعلام تقديمها إلى الوزارة وغيرها من الجهات الرقابية، إلا أنها حفظت كما يقول. الصبر آخر خلاص خلاص
عافك الخاطر خلاص، عافك الخاطر حاولت أسامح أسامح ولكن. شكرا محمد. الأغاني توصل المعاني أوقات، يعني جبناها مباشرة، جبنا لعل الله يعني يا بخطاب مباشر أو برمزية أو بأغنية أو بقصيدة أو بدمعة أو بابتسامة أو بكوميديا سوداء أو بكوميديا مباشرة أو يعني عموما. راح نبدأ نقاشنا مع ملفاتنا، ولن نكتفي بهذه الحلقة، وأتمنى من كل المسؤولين الشرفاء في البلد أن يتابعوا هذه الملفات اللي راح نفتحها تباعا. وقبل لا نبدأ هذا الملف، تعرفون الانفجار صهريج الغاز؟ عندي فيه حقائق تشيب الراس. وتاريخيا إذا حسبناها وزارة النقل لها علاقة، وفي أدلة وإثباتات هذه هنا، لكن ما راح أفتحها في حلقة الليلة، في حلقة مقبلة. اليوم بنفتح كذا محور وأدلتنا موجودة. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. السلام عليكم. شكرا جزيلا. شكرا لحضورك، شكرا لمحبتك لوطنك لبلدك ولوفائك، كثر الله من أمثالك، قدر شجاعتك. اليوم أنت تعمل شيء للتاريخ، أتمنى كل وزارة أنه يكون في أحد مثلك أنت وزملائك الباقين. وللأمانة في وزارات فيها ناس شرفاء محبين للوطن، متعاونين معنا معلومات، وأنا أقدرهم كثيرا، لأن أنا وهم وفريق برنامجي ومجموعة قنواتنا وقناة روتانا الخليجية كلها تطبق أو تحاول أن تطبق إرادة الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي يبحث أو يسعى دائما لأن يكون بلدنا من البلدان المتقدمة وخالية من الفساد، والمواطن فيها يعيش بكرامة ويتحقق العدل ويعيش الناس حياة كريمة وتنجز المشاريع المتعثرة، يعني ونصير مثال يعني جيد على المستوى العربي والعالمي. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. خلنا نبدأ الرد على رد وزارة النقل، وبعدين نروح إلى مخالفات جسر وادي نمران، وبعدين نروح أيضا للأوراق هذه، المسألة اللي عندكم اللي ما كان فيها بيانات ولا حكومة إلكترونية، وهذا الموضوع يعني خلى الفساد يكون سهل. وإذا تبغى تربط بما حدث أو ردود الفعل أيضا بعد الحلقة الأخيرة لك، هذا تفضل. بالبداية الصلاة والسلام على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. شكر لله لأن الله إلى الآن ثبتني، الحمد لله والشكر لله دائما وأبدا. ثم أشكر الوالدة الغالية وزوجتي الحبيبة وأطفالي الذين صبروا إلى الآن معي ويدعون لي، وكل زملائي في الوزارة الذين ساعدوني وزودوني بالكثير من الدعم والمعلومات. كما أشكر الإعلاميين في جريدة المدينة عبد العزيز الرادي، في سبق عيسى الحربي في الشرق، أول شيء المدينة والشرق، خالد مطوع الاقتصادية خالد الغربي، والكثير من الصحفيين الذين آمنوا بهذه القضية ودعموني من 5 سنوات إلى الآن. كما أشكرك أستاذ علي وأخ محمد حبيب وكل الزملاء في الإعلام. قبل ما أبدأ الموضوع، خادم الحرمين الشريفين استشعر بخطورة الفساد، فأعطى 5 مواضيع مهمة استراتيجية حقولها بشكل سريع. قرر بإنشاء هيئة الفساد. 2، الدعم غير محدود للقضاء والقضاء، لأنه هو المحاكم هي اللي حتسرع القضايا. 2، ابتعث آلاف المواطنين لاكتساب الخبرة والتعليم والتعلم من أنظمة الدول الخارجية. والموضوع الرابع اللي هو تفعيل أنظمة الحكومة الإلكترونية. لو فعلت أنظمة الحكومة الإلكترونية لتم القضاء على 90% من الفساد بكل تأكيد، لكن في ناس ما يبغوا يفعلوها. والنقطة الخامسة اللي هو الإعلام، دعم الإعلام، والدليل أني أنا الآن موجود في 5 حلقات والحمد لله ما في أحد
قدر يتصل علي ويقول لي توقف أو أي شيء، لأنه خادم الحرمين دعم الإعلام بشكل قوي. الآن خلينا ندخل بمختصر على الناس اللي ما إلى الآن ما عرفوا عن القضية. القضية بسيطة، إحنا في تقنية المعلومات، أنا مساعد في تقنية المعلومات، في مساعد الخدمات الفنية، تم اكتشاف تجاوزات في تقنية المعلومات، فبالتالي حاولنا نروح مع الوزير، قفل بابه إلى قبل الحلقة، فتح بابه بعد الحلقة، بس مو هو مدير مكتبه. حاولنا نعطي المعلومات عن التجاوزات الموجودة، قفلوا الباب. حاولنا نرسل برقية، لما عرفوا أنه أرسلنا برقية نقلوني إلى إدارة المتابعة أنا وبعض من زملائي، وبعدين لما عرفوا أني أنا أرسلت برقية ثانية كفوا يدي، ظلم وعدوان من معالي الوزير صراحة. الحمد لله والشكر لله، خلال 3 شهور ذهبنا إلى ديوان المظالم وأخذنا حكم ورجعنا إلى الوزارة إلى إدارة المتابعة. في خلال الفترة هذه صعقوا لما رجعنا بعد 3 شهور، هم متوقعين بعد 5 سنوات رجوعي، 5 سنوات هم قالوا لي نحن متوقعين 5 سنوات. تم نقلي، طبعا جاتني معلومات خطيرة عن التجاوزات، وتم نقلي إلى إدارة طرق الرياض، وإلى الآن أنا في إدارة طرق الرياض على رأس العمل. الآن خلينا نتكلم على التجاوزات، التجاوزات ضخمة في كل مجال، لكن اليوم حنتكلم عن مشروع اللي هو أم الزمول، اللي هو طريق بطحة شيبة. هو مشروع من في عام 11/5/1427، هو مشروع واحد متكامل، دراسة واحدة. طبعا كانت الوزارة تعرض يعني فقط لمقاولين معينين تسمح لهم انه يشتروا المشاريع، فقط لأغراض الله يعلم ما ندري عنها، اكتشفناها الآن. فكانت 6 المقاولين هذولا كان أقل سعر اللي هو 2,958,646 ريال. الآن هذه طبعا الأسعار مبالغ فيها بشكل رهيب، ففي بعض المقاولين تظلموا، قال ليش ما تخلونا احنا نشتري نفس العقود. ففي بعض الشرفاء في الوزارة أوعدوا عليهم أن روح اشتكوا خادم الحرمين، فراحوا اشتكوا خادم الحرمين الشريفين، فجاء أمر من خالد من الملك خالد خادم الحرمين الشريفين، فتم فتح البيع. هنا الكارثة. طبعا هذا هو طبعا المبلغ لما راح على الوزارة المالية قالوا ما نقدر انه نكمل يعني المبلغ المرصود اقل من مبلغ 2,000,000,000، فاتموا جزء من المشروع وبعدين اتموا الجزء الثاني. طبعا راح الجزء الاول باسعار خيالية، لما فتح البيع تم دخول في الجزء الثاني 15 مقاول، وهنا كانت كارثة، وتبين لنا نحن كمسؤولين سواء في المناقصات او في تقنية المعلومات، والمعلومات جات انه في فارق رهيب، يعني لولا الله ثم انه خليناه يروح يشتكي ويجي كان راحت على في المشروع هذا فقط كانت راحت وفرنا على الدوله حوالي 1,120,000,000 ريال. يعني احنا نتكلم عن هدر بسبب ماذا الان؟ هدر بسبب ماذا؟ بسبب كان مسموح لبيع مقاولين معينين فقط. معي ولا؟ كم مقاول؟ 6 مقاولين فقط. بعدين الجزء الثاني سبحان الله رب العالمين، نفس المشروع التكملة الثانية لما فتح البيع دخل 15 مقاول، أسعار تغير بشكل مخيف. معي ولا؟ مع أنه المشروع الأول اللي هو الجزء الأول كان قبل حوالي كان عام 1427، والجزء الثاني في عام 1431، المفروض الأسعار تزيد. معي ولا؟ فسبحان الله انكشفت أمور خطيرة في موضوع المشروع هذا. معي ولا؟ اللي هو مشروع طريق بضحاء شيبة ومزمول، الجزء الأول والجزء الثاني. هذا وين يقع بس لمن لا يعرف؟ هل هو على حدود سلطنة عمان؟ أيوه. فطبعا الآن من هذا الموضوع اللي هو فتح البيع للمقاولين تكشفت أمور أخرى أخطر من هذه، اللي هي مشروع جسر النمران، اللي هو مشروع تم تنفيذه قبل ما ينزلوه، يعني اتصلوا ورفعوا السماعة المقاول روح نفذ مشروع معين، وهذا ممكن يقول واحد والله موضوع ممتاز لكن بدون دراسة وبأسعار خيالية. طبعا انتقلنا الآن لجسر النمران، تبغوا تعرضوا شيء بالنسبة للموضوع هذا ولا؟ بالنسبة للزمور تبغوا تعرضوا عن الأسعار؟ الأسعار راح نعرضها لاحقا، بس خليني عشان بس نكسر طيب الوقت. بالنسبة لجسر النمران هذا موضوع، طيب خليني بس هذه النقطة. معي من جدة المستشار القانوني الأستاذ خالد أبو راشد، مساك الله بالخير.
مساك الله بالنور. أهلا وسهلا علي ضيفك الكريم وبالسادة المشاهدين. أهلا وسهلا فيك. ما أدري سمعتنا سمعت الأستاذ محمد وهو يتحدث عن هذا المشروع؟ نعم للأسف سمعت. نعم نعم. قل لي يعني رأيك قانونيا وإيش العقوبة مثل هذا يعني طبعا أكيد أنه يعتبر مخالفة بس ليش، وهل لهم مخرج اللي تسببوا في هذا الموضوع؟ يعني طبعا المشكلة عندنا في الآلية، يعني بنجد مثلا عندنا ديوان المراقبة العامة، هيئة الرقابة والتحقيق، المباحث الإدارية إذا دخلنا مثلا في قضايا الرشوة أو خلافه، مكافحة الفساد، كل هذه الجهات بتراقب أين ذهبت الأموال، هل المال ذهب فعلا دفع مثلا للمشروع المقاول، إذا الإجراء صحيح. لكن السؤال اللي فيه حنحتاج دائما يعني إجابة عليه، هل هذا المشروع فعلا يساوي المبلغ المناقصة؟ يعني هل الاثنين مليار هذه هي فعلا المبلغ الصحيح المناسب لهذا المشروع؟ هنا السؤال. أغلب الجهات الرقابية تبغى تتحقق هل المبلغ اندفع في الجهات الصحيحة أم لا، لكن هل المبلغ هو مناسب أم لا؟ هنا المشكلة أستاذ علي في أغلب الجهات الحكومية. يعني زي الضيف الكريم الآن، لولا الله عز وجل ثم خادم الحرمين فتح المجال لدخول مقاولين آخرين وبالتالي تبين ضخامة أو المبالغة في هذا المبلغ ما كان تم اكتشاف ذلك. طيب تبينت المسألة والمبلغ أصبح أقل بكثير، فين العقوبات؟ فين التحقيق؟ ما هنا المشكلة، هذه هنا خلل كبير جدا. أنا الآن لما أعرف أنه أكبر رقابة ممكن تكون علي أنهم يتحققوا أن المبالغ ذهبت لأصحاب المشاريع، إذا أنا أبالغ في هذه المشاريع أضعاف مضاعفة، وفي النهاية لو جاني سؤال حقول والله دفعتها لأصحاب المشاريع، لكن هل هي مبالغة مو مبالغ فيها؟ الفروقات هنا نقطة الضعف اللي في أغلب الجهات الحكومية، وهذا مثال عليها. نعم. طيب راح أرجع لك أستاذ خالد. طبعا الموضوع تم التحقيق فيه وكان موضوع خطير جدا، وهيئة الرقابة والتحقيق حققت فيه وأكثر من جهة، وقال لنا محقق في إحدى الجهات قال الموضوع خطير وهذا سوف ينال المتنفذون وحدد أسمائهم و ولكن تفاجأنا بعد فترة المحقق هذا نفسه كله اختفى، راح إلى نقلوه إلى مكان ثاني، فهذه نقطة خطيرة. وبعدين أعطانا معلومات قال إنه بالفعل خلاص والموضوع خلاص، فأنا أطالب بالتحقيق في الموضوع. إحنا قعدنا مع الجهات سنة ونص نعطيهم ونفهمهم ونريهم كل المعلومات، في بعضهم ما كانوا عارفين، فكان زميلي اللي كان معايا متخصص قعد أشهر يفهمهم بدقائق، لأنه هذا الموضوع ما هو موضوع سنة سنتين، هم هذول قاعدين من 15 سنة قاعدين يعني ممنهج، شيء ممنهج. فنحن الآن استغربنا أنه هيئة الرقابة التحقيق أحد المسؤولين قال أن الموضوع خلاص منتهي، فنفس الشخص على هذا على طاري الرقابة التحقيق مثلا موضوع قصة وادي نمران طريق وادي نمران. أيوة. ما الذي حدث فيه ولماذا تأخرت؟ للأسف ده وادي نمران هذا احنا طبعا زي ما قلت لك اللي برضو المخالفة اللي فيه بس باختصار بشكل مبسط. طيب هذا طبعا هو نفذ المشروع قبل سنتين معي ولا وحاولوا بالليل اتصلوا على مدير مناقصات انه يسحب، لانه هو منفذ اصلا، فلما يدخلوا مفتح البيع دخلوا مقاولين، فهو اصلا منفذ كيف حيدخل المقاولين؟ فاقل مقاول دخلوا من جدد كان سعره 75 مليون والمشروع 95 مليون، فقالوا للمقاول ينسحب معي ولا على اساس انه المشروع منفذ، فاتصلوا على مدير مناقصات، مدير مناقصات قال مستحيل هذا ضد النظام، فثاني يوم راح اكتشف انه سحب المشروع بدون موافقته معي ولا. فبالتالي هنا طبعا جاته مكالمات بالليل نص الليل حاول لما رفض تم سحب الموضوع، ورحنا انا وهو مكالمات نص الليل من مين؟ من ناس معينين اتصلوا عليه من أكثر من موظف من الوزارة إنه تعال الموضوع خلاص خالص ومن سنتين، فهذا الشخص اللي دخل كيف حيدخل مشروع منفذ، وتم كلام مع المقاول وسحب المقاول بدون موافقة الشخص هذا. طيب خليني بس نكمل بس بعد الفاصل ونعود لكم بعد. أهلا وسهلا بكم. لازلنا نستكمل ملف الفساد في وزارة النقل.
ضيفي الموظف في الوزارة اللي كشف الحقائق منذ فترة طويلة، الأستاذ محمد أبو زيد، الأستاذ خالد أبو راشد المستشار المحامي المستشار القانوني من استديوهاتنا في جدة معي أيضا، وانضم للتو الأستاذ عبد العزيز السميت وهو المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، ومدير العلاقات العامة أستاذ عبد العزيز السميت. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد العزيز، تسمعني؟ طيب إذا مو بجاهز لا تقولون هذا، يعني إذا جهزتوا أعطوني. كمل بس فكرتك قطعتك. بالنسبة لمشروع جسم نمران، طبعا احنا أخذنا المعلومات وسوينا خطاب وديناه ديوان مراقبة العامة على أساس، وصورنا الجسر، يعني الجسر الآن في 29/5/1430 تم توقيع العقد، تم التصوير في 0/1431، طبعا توقيع العقد 29/5/1431، تم تصوير الجسر في 0/1431، وصورنا الأوراق وضبطنا طبعا مدة العقد 30 شهر، ورحنا ديوان مراقبة العامة وقدمنا الشكوى. مدير مكتب النائب ديوان مراقبة كان مهتم بالموضوع وقال لنا الموضوع مهم، وتابعنا معه حوالي أسبوع أسبوعين ثلاثة، وكل فترة نتصل عليه قال لا الموضوع خطير والمهم. بعد شهر شهرين لقينا الموضوع ما في. جينا أنا والاشتكينا، أنا والأخ زميلي اللي اشتكينا، ورحنا عندهم فقلنا له وين الموضوع، طيب اطلبوا نسبة الإنجاز حق الجسر، يعني صرنا نحن نعلمهم كيف الشغل. فالمهم لقينا أنه في تلخبط، فهم جاء المسؤول في ديوان مراقبة قال لنا هذا النائب، مدير مكتب النائب قال هذا هو المسؤول، قال له على أي مشروع؟ قال له مشروع جسر نمران، قال أول مرة أسمع فيه. فنحن استغربنا، واحد قال لنا موضوع خطير ونحن متابعينه، والشخص المعني قال أول مرة أسمع بالموضوع، حتى رحنا مكتبه ضيع مكتبه من الارتباك، قعدنا معاه وقلنا له أطلب نسبة الإنجاز معي ولا، لأنه لو طلب. أنتوا كنتوا تطلبونه بصفة إيش؟ نحن موظفين، نحن شاكين مقدمين شكوى، فلازم يطلب نسبة الإنجاز لأنه مشروع منتهي من زمان معي ولا. فالمهم انه لقينا العمليه في شيء غامض، توجهت فورا الى العجلان مدير مكتب الفقيه وقلت له الموضوع كيف المراقبه العام اللي هو كان الان هو بمكافحه الفساد، لكن هو مدير مكتب العجل الفقيه من اول سامع جعفر، فكلمته عن الموضوع. الان مرت 4 شهور معي ولا، فقال لي محمد المشاريع اللي بعد الانجاز احنا مسؤولين عنها، اما مشاريع قبل التنفيذ واثناء التنفيذ هيئه الرقابه ووزاره الماليه. قلت له طيب ليش ما قلتوا لنا كذا؟ راحت 4 شهور الان. طبعا معي ولا، فاضطرينا نكتب خطاب لهيئه الرقابه والتحقيق وصوره للملك وصوره لوزاره الماليه. بعدها باسبوع كلمنا المعني اللي ضيع اللي مسوي حاله في ديوان مراقبه، قال محمد تعالوا فورا، لانه جاء افاده من خادم الحرمين، قال اكتبوا الان خطاب ارفاق. قلنا له خلاص تضيعت 4 شهور. طيب خليك معي الاستاذ عبد العزيز السميت وهو المتحدث باسم وزاره النقل ومدير العلاقات العامه هناك. استاذ عبد العزيز اهلا وسهلا بك. مرحبا، مساء الخير لكم ولضيوفك وجميع المشاهدين. نعم تفضل، عندك انت مشاركه تبغى تعلق رغم ان دعيناكم بعدين قلتوا لا. عموما شكرا انك الان صرت معنا. لا ابدا، احنا معكم على طول، ولكن حقيقه كان بودنا ان احنا تواجدنا معكم او الاتصال معكم يثري الموضوع، ولهذا السبب احنا طلبنا منكم تعطانا المعلومات اللي عندكم على اساس ان احنا نجهز الردود عليها. استاذ عبد العزيز، يعني انا مجرب اشتغل في الاعلام من زمان، ما ابغى احد يعطلني، سامحني انا اقدرك كل شيء، بس ما عاد عندي وقت احد يعطلني. احنا اعطيناك العناوين، اعطيناك التفاصيل الموضوع، بس موضوع هذه الاوراق هذه انا لما احد يقول اني جنيت عليه عندي ادلتي، وهذا تعرف ملف كبير. انا ما طلبت منك اخذ النسخه الاصليه، انا قلت زودني بنسخه. على كل حال يعني انتم تكلمتوا في، انا خليني يعني في البدايه كان في عرض لبعض الجمهور اللي تكلموا عن بعض المعوقات الموجودة داخل مدينة الرياض مثل نفق العروبة اللي في طريق الملك عبد العزيز، وتحدثهم عن بعض الحفر في الطرق داخل المدينة، وهذه ليست من اختصاص وزارة النقل، لا علاقة لنا لا في
النفق ولا في هذا استطلاع. لا بس رد على بس محمد ابو زيد، يعني خلنا من المواطنين هذول يعني هم يتحدى امانه الرياض مسؤوله ما هي مشكله، بس خلنا على محمد ابو زيد تفضل. فيما يخص المواضيع اللي اولا خليني اذكر، هو تطرق الى ان وزير النقل ظلمه و ركف يده عن العمل، هو الوزير النقل لم يظلمه ولم يكف يده عن العمل، انما كان هناك لجنه شكلت واتخذ قرار ورفع الموضوع هذا، وهو قام بدوره الى التظلم وحصل على ما حصل عليه. فيما يخص المواضيع اللي تطرق لها ابو زيد، انا اعتقد انه سبق واحنا جاوبناكم خطيا وبالتفصيل، يعني لا يوجد لدينا اي تفصيلات اخرى في هذا الموضوع. طيب خليك معي استاذ عبد العزيز. يقول احنا رد حقكم استاذ عبد العزيز رديت عليه انا ثاني يوم بالتفصيل الممل، وكان ردكم كله تضليل وفي تضليل وفي عدم صحه بعض المعلومات. انا رديت عليكم بالتفصيل الممل. لكن على الوزير يقول ما ظلم، يقول الا ظلمني لانه فتح قفل الباب 4 سنوات وكف يدي بدون اي سبب، وخلال 3 سنوات ديوان المظالم اعطاهم 3 سنوات اساس يجيبوا دليل واحد لم يستطيعوا، وانا عارف ليش كف يدي الوزير، لاني طلعت الموضوع الى خادم الحرمين الشريفين وورطوا بالموضوع هذا بصراحه، واضطروا يوقفوا التحقيق الوهمي وارسلوا الاوراق كلها الى هيئه الرقابه والتحقيق بدون فهرسه، ورجع لهم اياها هيئه الرقابه والتحقيق الى الوزاره قالوا فهرسوها. ليش ارسلوها؟ اساس ياخذوا الرقم ويرسلوه للملك يقولوا خادم حرمين انه هذا الرجل عليه قضيه في هيئه الرقابه والتحقيق، اساس خادم الديوان الملكي ينتظر 5 سنوات كمثال، لانه هم عارفين انه حتاخذ 5 سنوات. هذا السبب، لا يوجد اي سبب. وعندي خطاب انا معليش، يمكن هذا هو السبب اللي عندك انت، بس هناك اسباب اخرى ربما لا تعلمها ولا انا لا اعلمها. طب خلينا نعرفها استاذ عبد العزيز عشان الراي العام. الموضوع راح للجهات الرسميه واحنا في انتظار التحقيقات، اذا كان هناك شيء الحق للاخ محمد ابو زيد او غيره سواء كان من العاملين في الوزاره او خارج الوزاره سوف ياخذ حقه، واحنا في بلد الحمد لله. نعم طيب استاذ عبد العزيز، بس عشان احنا كمان يعني نبان معكم شفافين وصادقين وما عندنا مشكله مع اي احد، لكن انت الان تقول قد تكون هذه الاسباب التي لديك انت يا محمد ابو زيد، يبدو ان لديك اسباب، هل لديك اسباب يعني لا نعلمها؟ اذا كان لديك اسباب وتنتصر للوزاره وللوزير من حقنا ومن حق الراي العام ان يعرف ذلك. انا عندما طلبت اخوي علي، انا لما طلبت منكم المواضيع احنا قلنا اعطونا مواضيع عشان نجلس معكم في الاستديو وليس عن طريق الهاتف، كان الهدف منا ان احنا انا متحدث رسمي للوزاره ولكن في بعض المعلومات تجهلني، لا ليست لدي احتاج الى ان ابحث عنها او اني اشوف الشخص اللي مسؤول عن هذا الموضوع واجيبه معي الاستديو واقول تعال نحضر الاستوديو وناخذ معهم ونعطي ونوضح جميع الحقائق ونرد على جميع الاتهامات او الامور اللي موجهه من قبل الاخ محمد. طيب انا الا يكفي مثلا نعطيك مثلا بالميزانيه وتفاصيل الموضوع وبعدين انت ترسلها الى 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 الاخوان اللي هم في نفس التخصص؟ الا بالعكس، انت اعطوني المواضيع قولوا والله 1 2 3 4 5 6 وانا مشيها. طيب استاذ عبد العزيز، هذا اللي سووه الزملاء في الاعداد معكم، هم على نفس انا رساله المعلومه اللي جتني قال 2200 مشروع نبي نناقشها، انا قلت وين 2200 مشروع اناقش كيف نناقش 2200؟ لا 2000 اللي هي الملاحظات الرقابه على 2200 مشروع. هذا انا هذا ربما ان نص الرساله موجوده عندي وعندكم انتم. طيب عموما احنا موضوع هو من هذا المنطلق احنا موضوع قلنا اعطونا عشان احنا نجي. لا انا ارسل لك اياها، بعطيك اياها عناوين وبارقام واسرد لك، واحنا فاتحين الموضوع يعني اي وقت تفضل الله يحييكم تردون تعالوا. بالعكس احنا نرحب بهذا، واحنا مع الوزير النقل حريص تماما على اظهار جميع الحقائق بشفافيه سواء على في الصحف او في القنوات المرئيه. طيب عندك استاذ عبد العزيز، ردكم كان ما في شفافيه نهائيا، كان كله تضليل ردكم، وانا رديت على ردكم والى الان ما رديتوا على ردي. ردكم الأخير ما في شفافية نهائية، كله تضليل، كما ضللتوا ديوان المظالم وكما ضللتوا بعض الجهات الرقابية ضللتوا الإعلام، وأنا بعد 24 ساعة كشفت. شوف يا عزيزي، احنا لا يمكن بأي حال من الأحوال نضلل أي جهة حكومية. لا عندي إثباتات أستاذ عبد العزيز، عندي إثباتات موجودة. في
وشافها القاضي في ديوان مظالم موجودة عندي. أنا لا أتكلم بإذن الله أي كلمة إلا في أدلة، عندي أدلة هنا كلها. عزيزي احنا معالي الوزير رحت له انا قلت له في مواضيع خطيره وقلت له في موضوع جهات رقابيه علينا لا يمكن باي حال من الاحوال ان نضلل الجهات الرقابيه، وهذا انا عندي ادله انا لا اتكلم الا بادله. اذا عندك أدلة استاذ عبد العزيز، انت عارف الوضع بالوزاره، انت عارف الوضع، بس لكن كل واحد بيتمسك في كرسيه، وانتم عارفين الوضع بالوزاره، وانا عندي ادله واضحه لا مجال. وأنا الأربع سنوات إلى الآن أتحداكم كلكم، أتحدى كلمة واحدة غلط. المشاريع جميع المشاريع أستاذ عبد العزيز، أنت عارف الوضع كله، بس أنت لأنك أنت مدير علاقات يجب أو غيرها يتم هذه ترسية المشاريع وفتح المنافسات عن طريق اللجنة، وفيها عضو من ممثل من وزارة المالية اللي هو الممثل المالي، ويتم توقيع هذه تروح في إجراءات خمس سنوات قبل ما تنتهي من وزارة النقل، تروح لوزارة المالية هي اللي تستقرها وتراجعها قبل ما يتم اعتمادها من قبل وزارة النقل. عزيزي احنا جهة لا نضلل لا جهات حكومية ولا غيرها، عندي أدلة. طيب عموما أستاذ عبد العزيز شكرا لك معنا، راح نرسل لك زي ما ذكرت لك الآن على الهواء، نرسل لك نقاط موضحة يعني بحيث انه كل جهه في تخصصها عندكم في الوزاره ترد علينا، واحنا فاتحين الملف وتكون معنا ان شاء الله انت او صاحب الاختصاص في الحلقات المقبله. شكرا لك استاذ عبد العزيز السميت، المتحدث باسم وزاره النقل ومدير العلاقات العامه هناك. استاذ خالد، سمعت ما دار، ابغى تعليقك. نعم، هو واضح تماما انه في اتهامات من الضيف الكريم ضد الوزاره، قد يكون محق، قد يكون عنده أدلة، وقد يكون في ردود. وأيضا الوزارة علي يفترض أنه تكون موجودة حتى تدافع عنها نفسها أو توضح مثلا. وجهنا لهم دعوة، لكن الحجة كانت أنه كل الأوراق والطلبات، أنا رفضت ذلك، أنا قلت نعطي عناوين. إذا كان نعم، إذا كان أعطوا الفرصة ورفضوا الإجابة أو الحضور، إذا أنت كده عملت اللي عليك حقيقة. بس في جزئية مهمة الآن، هو أشار الضيف الكريم إلى القرار اللي صدر بشأنه بكف يده، وأشار إلى أنه هو قرار مجحف. المتحدث باسم الوزارة أشار إلى هي إجراءات صحيحة. إحنا نعود إلى ديوان المظالم، طالما أن ديوان المظالم أصدر قرار بإلغاء قرار الوزارة وإعادة الموظف الحكومي إلى وظيفته، إذن قرار الوزارة كان غير صحيح، والعبرة بقرار ديوان المظالم. لو كان قرار الوزارة صحيح كان ديوان المظالم أيد قرارها وما أعاد الموظف إلى عمله، فكون أنه أعاده إلى عمله قرارها غير صحيح، والموظف في هذه القضية كان كلامه كله صحيح. نعم، طيب تبغى تعلق أيضا؟ أنا أقترح أن تعليقك على الأستاذ عبد العزيز السميت يكون في وجوده في الأيام المقبلة. ما أنا ريت. نعم، سيكون إن شاء الله. أنا قعدت معاه هناك في الوزارة، يعني عارفين الوضع كلهم، بس ما يقدروا طبعا، تعرف أهم يعني شيء أو ما هو موجود. خلنا بس أيضا نكمل باقي طبعا المحارف. رحنا طبعا لا بسم الله، ورني عشان المشاهدين، ورني الملفات اللي أعطيتها كل جهة من خمس سنين ومدري ولسه. طبعا هنا هذا طبعا لما كنت أرسل برقيات على موضوع تقنية المعلومات والتجاوزات على خادم الحرمين، كان ترجع من ديوان الملكي إلى الوزير ويحطها يحفظها. تمام، فأنا اضطريت أني أرسل للأمين نايف، الأمير نايف ما ورحمه ما أرسلها للوزير، أرسلها للوكيل عنده بالإمارة، والإمارة طبعا ذكرت هنا الأمير نايف أنه كل الملفات تحفظ، فأرسلها للوكيل بالإمارة للتحقيق للداود، لا والداود أرسلها للوزارة للوكيل، الوكيل عندنا قعدها شهر ونص لم يستلمها، لأنه عارفين المعلومات الخطيرة، شهر ونص لم يستلمها، وأتحدى يجيبوا تاريخ استلامها، لم يستلمها، بس فتحوا الاوراق. طيب هذا الملف اعطيته وزاره الداخليه، هذا للامير نايف اللي هو طيب. كان اوكي اوكي بس عشان نوضح هذا طيب. وزاره الداخليه هذا الملف هذا خاص بتقنيه المعلومات، تجاوزات خطيره جدا في هذا اعطيت لرئيس هيئه رئيس الهيئة، اسف هنا نمشي بالترتيب، يعني هيئه الفساد اوكي، هذه اعطيتها لهيئه الفساد، سويت لهم اختصار كامل، رحت انا عند الشريف وقعدت معه ساعتين، ورجل محترم واستقبلني، ولكن بعد ما خلصنا ما قال لي اعطيني ورقه واحده، قال لي محمد تابع الموضوع بنفسك معي ولا. طيب لحظه بس خلينا نتوقف شويه عشان انا اقول في البدايه قلت تكيل بمكيالين، ف يعني ابغى بس تعليق من هيئه مكافحه الفساد على هذه الزاويه، على اساس كذا انا قلت
يعني تكيل بمكيالين، لأنه في عندنا قضية واحدة تعاملوا معها بطريقة يعني بطرق مختلفة، يعني مثلا موضوع السيارات. موضوع السيارات خطير جدا. بس أعطينا بس بريف شوي للي ما سمع. طيب هي عبارة عن سيارات توزع بالمئات، 400 500 600 700 800 إلى ناس. في بعض الأشخاص عندهم 13 14 سيارة، في بعض الأشخاص باسمهم 30 سيارة وهم لا يعرفون أنه باسمهم 30. يعني في موضوع يجب التحقيق فيه. فطبعا في اللي عندهم سيارات لهم كوبونات بنزين بالشهر حوالي 15 إلى 20 ألف لتر شهريا. طبعا أنا سويت، أنا مع الخبرة مع هذه كل التجارب، قلت ليش أروح أنا لهيئة الرقابة والتحقيق، وليش أروح ديوان مراقب، وليش خليني أروح لهيئة الفساد. قدمت شكوى لهيئة الفساد وأعطوني رقم، وبنفس الوقت رحت سبق وقلت لهم ترى أنا قدمت، لأنه خلاص خبرة عندنا، خاصة في واحد في هيئة الرقابة والتحقيق قال لي محمد لا تحاول الإعلام والجهة. ورحت سبق، نزلوا الخبر تمام بدون ما يذكر وزارة النقل. لو تشوف التعليقات في الإنترنت كل أكثر وزارات توقعوا أن هم المعنيين، لكن وزارتنا اكتشفت أن هم المعنيين. إذن فساد في كم سيارة؟ 500 سيارة، 800 سيارة. 500 سيارة هذه توزع؟ توزع لناس غير، في بعض الناس عندهم 15 13 سيارة، في ناس باسمهم 30 سيارة ما هم دارين. ما هم دارين، وتروح للشخصيات وتروح لأشخاص، ولد عمه ولد خاله ولده معي ولا؟ فلما بعد هذا الموضوع قلت له لهيئة الفساد معي ولا؟ للأستاذ محمد الشريف. ايوه محمد طبعا لا انا لا ما قلت له محمد الشريف، لما رحت محمد الشريف الموضوع كله الخطير هذا من سنة ونص. كيف تعاملوا معك في موضوع السيارات؟ السيارات ما قبلته. أنا معي ولا لا؟ أي أحد مواضيع يعني. لا استقبلوا محترمين استقبلوا، بس تفاجأت بعد فترة قالوا حنا غير معنيين. غير معنيين، بينما في أحد المستشفيات. لا أعطينا الخبر حق المستشفيات، لأن القضية أعزائي المشاهدين أعزائي المشاهدات الخبر ليش نقول إن كليل بمكيالين في نفس القضية هذه قالت هي مكافحة الفساد لا يعنينا الأمر. الخبر ما جبته في موجود عندي في تدخلوا اللي هو مستشفى العسكري يبدو لي مستشفى مكتوب مستشفى احد المستشفيات، منها مخالفات كبيره ومنها سيارتين سيارات. طبعا انا اقول بتكلمك لانه هيئه مكافحه الفساد في موضوع نفس الوضع موضوع السيارات مع هذا المستشفى تحركت وتفاعلت واصبح الامر يعنيها، لكن في وزاره النقل الامر لا يعنيها. تتوقع ليش؟ والله في غموض غير ربما في لانه في امور ما ادري عنها، في شيء غريب يعني. حتى معالي الشريف لما جيت عنده وريته الاشياء هذه لم ما قال لي احط خلي ورقه، ما خلي ورقه. الموضوع خطير. ذكرت لي انه كانه في غض طرف عن قضايا الفساد في وزاره النقل من قبل هيئه مكافحه الفساد. في اسباب اعتقد يمكن لانه في زماله بين من ومن؟ بين لانه كان وزاره الماليه وزيرنا كان هذا، والشريف كان مدير شؤون الماليه والاداريه، فيمكن ما يبغوا يعني ما ادري ما يبغوا يعني في يعني في شغل مع بعض بوزاره ماليه. وبعدين كان وزير كان مستشار وزاره النقل وكان مدير ديوان مراقبه العامه، رجل محترم صراحه الشريف، واستقبلني لكن ما سوى شيء. ما سوى شيء، قال لي محمد تابع الموضوع بنفسك، على مو موضوع السيارات، على موضوع الخطيره هذه مواضيع، قال لي تابع الموضوع بنفسك محمد. ولا هم راح يتدخلون ولا شيء؟ قال لي مشغول انا، قال لي انا مشغول بالبناء، ورجل محترم صراحه قعد معي ساعه الا ربع واعطاني كلام، لكن اعتقد شاف موضوع من المواضيع اللي هنا، اعتقد يعني ما وده كان. وش الموضوع اللي كان؟ اللي هو حق 2200 سياره 2200 مشروع. شافوا هذا، وبعد ما شافوا هم قعدت معاه شرحت له، يعني ما قال لي اعطيني ورقه واحده. أنا بنفسي بعد ما طلعت قلت له ايش أسوي يا بعرش؟ قال لي روح تابع موضوع بنفسك، أنا مشغول الآن وما عندي ولا موظف ميداني. قال لي ما عندي ولا موظف طيب ميداني. طيب أستاذ محمد الشريف أعطني كاميرتي، لك حق الرد أستاذ محمد الشريف، هيئة مكافحة الفساد لكم حق الرد في وقت تشاؤون، علامات استفهام كبيرة لماذا لم تتحركوا في هذا الملف حتى الآن، لكم حق الرد في أي وقت. تفضل. هم أعلنوا ترى بعد ما طلعنا بالحلقة ثاني يوم أعلنوا إنه الملف عندنا من سنة ونحن أنا مشغولين بالما أدري إيش، قالوا أعلنوا بالحياة وأعلنوا يعني اعترفوا هم معي ولا هم يعلنون حتى ولا يشيلوا للبرنامج. أيوة. عرفت أيوة. بس أنا قعدت بس البلد هو أهم شيء ترى يعني أهم من يا هلا وأهم من إيش. لا في ناس قعدوا معي بالهيئة مكافحة الفساد وقالوا لي مواضيع خطيرة وقالوا لي أوكي وحنتابع وهذا ومحترمين وكل، حتى الشريف محترم جدا، بس يمكن مواضيع فوق الطاقة وما أدري أنا مواضيع خطيرة يمكن. طيب راح نروح فاصل ونعود. أوكي فاصل ونعود. طيب احنا وعدتكم ان احنا مكملين في هذا الملف. استاذ محمد احنا راح نكتفي الليله بهذا القدر ونكمل الايام الجايه. استاذ خالد ابو راشد شكرا لك.
راح تكون معنا ايضا في الايام المقبله، وفي عدد من الوثائق راح توصلك طبعا انت، لانه يعني ضمير قانوني حتى تتحقق، ما راح ولا عندك بيروقراطيه ومن صقور الدار. فايضا ان شاء الله اتمنى تكون معنا في حلقات مقبله. نعم، شكرا لحضورك وتلبيه الدعوه. انا الوقت يعني شوي داهمني، كان مفروض معي في بداية الحلقة يكون معي الكاتب الأستاذ علي الموسى، دكتور علي الموسى، لكن كان في الطيارة فالآن وصل. أهلا وسهلا بك دكتور علي. أهلا، مساء الخير. وأنا الحقيقة آسف لك، آسف لجمهوري، آسف للمشاهدين. أنا نعم. اضطررت للسفر فجأة. نعم. أظن أرسلت لك رسالة أني سأصل عند حوالي الساعة 9 ونصفها، أنا أتي بوعدي. نعم. عموما استاذ علي، خليني دكتور علي خليني بس اشوف تقرير حتى الناس اللي ما اعرف ايش صار لك في 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 جازان يوم رحت يعرف. راح نشوف هذا التقرير ثم اناقش معك بعد قليل. عند الكلية ما صرفوا له كلية، والوزارة ترفع ملايين الملايين، احنا نسمع فلوس وين راحت وين تروح؟ طيب ما كانوا يسوون، ما كانوا يسوون له غسيل كلى علي شيء، يعطون ادويه؟ كانوا يسوون بس ماشي متابعه. ما عندنا متابعه. في حلقه سابقه من يا هلا عن دار الايتام في جازان، تم استضافه بعض الايتام المتواجدين مقدمين شكواهم عبر يا هلا. والله العظيم عندنا واحد اسمه طالب، عندنا اسمه سيد عبد الرحمن، يبغى يعالج اسنانه، والله العظيم يتعالج بفلوسه، يعني مو على حساب الحكومة كذا. كان كل منهم يتحدث عن معاناة زملائهم وبطش المسؤولين عن الدار التي وصلت لمرحلة يتبرعونهم فيها للدار. بس أنا كاني حقيقة فهمت من جزء من كلامك يعني قبل قليل أنك ربطت المشكلة اللي حادثة الآن أمامنا بالعمل الخيري، وهذا المشكلة يتحدث عنها البرنامج هي مشكلة داخلة في دور الأيتام، والدور هذه مرتبطة بوزارة الشؤون الاجتماعية. كل ذلك بعد أن تحققت صحيفة الوطن من معاناتهم بتصويرهم وهم يتلحفون أكياس البلاستيك أمام أعين المسؤولين، القضية التي لم يوليها أحد الاهتمام إلا بعد أن تكفلت بها وسائل الإعلام. الدكتور علي طبعا راح للدار، حب يزور الأيتام هناك، ولكن حدث ما لم يعني يكن أحد يعني يتخيله، يعني وصلنا لمرحلة يبدو لي غريبة. دكتور علي ما الذي حدث بالضبط؟ صف لنا المشهد. الذي حدث بالضبط أنه بعد أن كتبنا، بعد تحقيق الوطن وبعد أن كتبت مقالتي، أنا وكما أفعل في أغلب الأحيان أتعهد دائما أن بعض الحالات الإنسانية لمتابعتها خارج الهم الكتابي. نعم. بشيء لا علاقة له بالكاتب، ولكن العلاقة بشخصي ما يمكن أن أفعلها مثل هؤلاء. اتصلت بمدير عام الشؤون الصحية الأستاذ سالم باصهي وأخبرته بطلب هذا أن أتي إليها إثما مجردا من أي قلم بعيدا عن الكتاب، وبعد أن اطمأن إلى أنني سآتي إلى مجرد عمل إنساني صرف، وافق لي على الحضور إلى الدار. ذهبت مساء الخميس، وعندما كنت في الطريق بين أبها وجازان، المسافة تقريبا 300 كيلومتر، اتصلت به لمدة 5 مرات، كان جواله على موجود وأنا متأكد من هذه النقطة. أرسلت له رسالتين أنني قادم إلى جازان ولم يرد على الإطلاق، رغم أنه يعرف التنسيق المسبق فيما بيننا. طبعا للأمانة لم نتخذ موعدا محددا، لكن يعني تركت هذا للفجأة، يعني وهو موجود في مدينة جازان كما أعرف بالضبط، يعني المدينة صغيرة يعني لا تحتمل كثير من التفاصيل. ذهبت إلى دار الأيتام، وجدت الأيتام على بوابة الخارجية للفناء الخارجي، وهو فناء مفتوح لكل من يأتي إليه. جلست معهم لمدة حوالي 3 ساعة، تحدثنا في كل شيء عند البوابة الخارجية للمبنى، وبعدها جاءنا مشرف الدار المناوب، مشرف الليل المناوب، واسمه بندر أبو علي، هذا اسمه بالتحديد. طبعا هو اضطرب بعد أن رأني وعرفني، ولكن بعد الحديث معي لمدة ربع ساعة ومع الأيتام اطمأن إلي تماما ووافق تماما على دخولنا إلى الدار وعلى مشاهدة كل شيء. بعد أن اتخذنا بعض الخطوات المعدودة في طريقنا إلى الدار، كان يسأل فيها عن بعض التفاصيل، وكان يستقبلني بحفاوة، وهو يعرفني بشخصي وباسمي وبلقبي، وأقسمت له 3 أيمان أنني لم أتي الكتابة بل جئت لمواصلة
هم الإنساني في ماذا يمكن أن نفعل خارج الكتابة، لأني مؤمن أنه ما هو نكتبه بس، بل حتى على المستوى الشخصي يجب أن نبادر وأن نفعل شيء من هؤلاء الأيتام. بعد خطوات معدودة خطفنا فجأة وكان بصوت عال ويقول نخرج، خرجنا. طبعا احنا اصلا برا عند البوابة في الشارع العام. لماذا؟ قال ان مدير الدار حسن الحكم يهدده بالعقوبة، يهددني شخصيا باستدعاء الامن لاخراجي اذا لم انصع للامر. طبعا انصعنا للامر لان احنا في الشارع العام. الشارع العام واصلت حديثي لمدة 45 دقيقة تقريبا او 42 دقيقة بالضبط مع هؤلاء الايتام. تحدثنا في كل شيء، كشفنا كل شيء، تحدثوا لي عن الفارق فيما قبل وفيما بعد، بعد تحقيق الوطن وبعد ان جاءت الوزاره الى 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 الدار. اعتقد ان اللحظه الحاسمه عندما بدات اتبادل رقم هاتفي مع هؤلاء الايتام. اعتقد انه يعني هنا بداوا في الشك عن ماذا يريد هذا الشخص رغم أن يعرفوني مسبقا. نعم، نصف دقيقة دكتور علي تفضل. أثناءها سأقول بكل أمانة، أثناءها تحدث حسن حكمي المشرف على الدار، حاول الحديث معي ولكنني رفض، لأنني بعد أن منعنا من أن ندخل كان يطلب شخصيا أن يكون معنا إذن مسبق أو كتاب مسبق للدخول إلى الدار. بعد 42 دقيقة من الحديث النهائي وفي الشارع العام على بعد أمتار من باب الدار حاصرتني ثلاث سيارات أمنية. كان تعاملهم معي مهني وحضاري وراقي جدا، وعندما جاءت الدورية الرابعة تعرفوا علي تماما. وعندما سألتهم ما هو السبب قالوا جاءنا بلاغ من حسن الحكمي المشرف العام على الدار بأن شخصا مجهولا ومشبوها يحاول اقتحام الدار بالقوة، رغم أنني لم أكن شخصا مجهولا لديهم، كانوا يعرفوني باسمي، تحدثنا مع بعض. شكرا لك دكتور علي، وصلت الفكرة. وقت انتهى كله بسبب الطيارة. عموما انت ذهبت إلى هدف بهدف نبيل بأربع دوريات، يعني كبيرة القصة، لكن أعتقد أنه في جهات اعتذرت لك. شكرا لضيوفي الأعزاء اللي كانوا معي في كل حلقة في حلقتنا لهذه الليلة. أشكركم دائما لأنكم تخصصون جزء من وقتكم لمتابعتنا. ألقاكم غدا في أمان الله.